برلين الذي أقيم عام 1975، صاحب الفضل الأكبر في ظهور فكرة تأسيس مهرجان دولي مصري. فبعدما حضره الفنان الكبير الراحل كمال الملاخ ومعه نخبة من النقاد المصريين، عادوا محملين بالفكرة وشرعوا في تنفيذها، وتم تأسيس جمعية كتاب ونقاد السينما، والتي رأسها في ذلك الحين الأديب الكبير الراحل يوسف السباعي. ومن هنا ظهر إلى النور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الاثنين 16 أغسطس 1976 بمسابقة رسمية، وكان ذلك بفضل كمال الملاخ الذي استطاع أن يجعل من المهرجان مناسبة كبيرة يأتي إليها أشهر نجوم العالم. وبالفعل كانت النجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي هي نجمة الدورة الأولى. تشكلت لجنة تحكيم دولية برئاسة الناقد والمؤرخ الأمريكي جيمس كيرتس، وحصد الفيلم المصري المذنبون على عدد من جوائز المهرجان، منها أفضل فيلم وإخراج وتمثيل للمرحوم عماد حمدي. تضاعف الإقبال الجماهيري بدأ من الدورة الثالثة عام 1978، ولكن الأمور ازدادت تعقيداً، حيث تدخلت الرقابة بصورة أكبر في الحذف من الأفلام المعروضة في المهرجان، مما أدى إلى تهديد صناع الأفلام بسحب أفلامهم إذا تم الحذف. استمرت الصعوبات التي قابلها المهرجان في الدورات التالية، على الرغم من محاولات كمال الملاخ اجتذاب نجوم السينما العالمية، وبالفعل نجح في إقناع النجمة الأمريكية إليزابيث تايلور بالحضور والتألق في الدورة الرابعة التي أقيمت في 17 سبتمبر 1979. أقيمت الدورة الثامنة تحت إشراف لجنة مكونة من وزير الثقافة وأعضاء من اتحاد النقابات الفنية، إلى أن أسندت رئاسة المهرجان إلى المرحوم الكبير سعد الدين وهبة. وفي مايو 1986 أجرى سعد الدين وهبة اتصالا بالاتحاد الدولي للمنتجين، أسفر عن اعتبار المهرجان دوليا بدون مسابقة رسمية. ونجح فريق المهرجان وعلى رأسهم يوسف شريف رزق الله في إحضار عدد ضخم من الأفلام للمهرجان، وصلت في بعض الدورات إلى 200 فيلم سنويا، الكثير منها أفلام عالية القيمة. من أهم إنجازات المهرجان أيضا في هذه الفترة هو إصدار نشرات يومية لتغطية الأحداث والعروض وواقع المؤتمرات. كما أنشأ المهرجان مركزاً صحفياً منظماً بدرجة كبيرة عن السنوات السابقة، يشرف عليه إحدى الصحفيين ويتولى الأمور الخاصة بالدعوات وتوزيع المطبوعات والمواد الصحفية. واختار سعد الدين وهبة مديراً لإدارة كل هذا، ليس فقط خلال فترة إقامة المهرجان ولكن طوال العام، وهي السيدة سهير عبد القادر. في عام 1990 أجرى الاتحاد الدولي للمنتجين دراسة حول أهم 3 مهرجانات دولية تقام بدون مسابقة، اكتشف من خلالها أن مهرجان القاهرة السينمائي يأتي في المرتبة الثانية بعد مهرجان لندن السينمائي وقبل مهرجان ستوكهولم السينمائي. وبناء على ذلك عاد سعد الدين وهبة ليطرح من جديد فكرة اعتبار مهرجان القاهرة مهرجان بمسابقة رسمية وجوائز معترف بها، اعتبارا من دورة عام 1991، وتمت الموافقة على الطلب وأصبح مهرجانا دوليا بمعنى الكلمة. ومنذ عودة المسابقة الدولية للمهرجان أصبح اسم الجائزة الكبرى الهرم الذهبي. في عام 1994 وفي هذه الدورة التي حملت رقم 18، أضيفت مسابقة جديدة تحمل اسم مسابقة نجيب محفوظ للعمل الأول، وعرض في حفل افتتاح الفيلم المصري الطريق إلى إيلات. وعندما توفى سعد الدين وهبة، قامت وزارة الثقافة بتعيين الفنان حسين فهمي رئيساً للمهرجان عام 1998، والذي قام بإجراء بعض التغييرات الجوهرية. ولقد قام برئاسة لجنة التحكيم الممثل العالمي جون مالكوفيتش. قبل بدء الدورة 24 للمهرجان عام 2000، قامت وزارة الثقافة بدعم المهرجان مادياً ومعنوياً، وهو ما أعطى الفرصة للمهرجان أن يستمر كأهم حدث سينمائي في مصر، كما فاز بأفضل فيلم عربي الفيلم المصري العاصفة.
احتفل المهرجان عام 2001 بيوبيله الفضي. بهذه المناسبة صدر كتاب تذكاري يعرض مسيرة المهرجان عبر مراحله المختلفة. التكريمات في هذه الدورة وجهت المخرج الفرنسي جان بول رابينو، المنتج والممثل المصري أنور وجدي، توفيق صالح، وفيروز طفلة السينما المصرية، وكان لظهورها على خشبة المسرح بعد أن ظلت بعيدة عن الأضواء أكثر من 40 عاما وقع جميل لدى الحضور. وكانت هذه آخر دورة يرأسها الفنان حسين فهمي، إذ أنه ترك المهمة إلى شريف الشباشي، وهو صحفيا قضى معظم حياته في باريس. ومن بداية توليه رئاسة المهرجان عام 2002 ركز على أهمية التسويق وجذب الأفلام الأوروبية بصورة أكبر، حتى يتمكن المشاهد من تذوق نوعيات مختلفة من السينما. تزامن إقامة الدورة 28 للمهرجان عام 2004 مع إقامة مهرجاني مراكش ودبي، وفاز الفيلم المصري الباحثات عن الحرية بأفضل فيلم عربي، ونيلي كريم أفضل ممثلة مناصفة عن دورها في انت عمر. أهدت إدارة المهرجان الدورة 29 عام 2005 إلى الراحل أحمد زكي، وفي هذا الإطار عرض له فيلمان أيام السادات وناصر 56. قرار رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. شارك في المسابقة الرسمية حوالي 15 فيلم، وعرض في حفل الافتتاح الفيلم الصيني جماعة الخناجر الطائرة في إطار اختيار الصين كضيف شرف هذه الدورة. ابتدى المهرجان ثوبا جديدا في الدورة 30 عام 2006 بعد أن تولى الفنان عزة أبو عوف رئاسة المهرجان، كما أضاف وجود النجم العالمي عمر الشريف كرئيس شرفي للمهرجان أهمية عالمية. الإبهار هو السمة الرئيسية لحفل الافتتاح، فلقد استقبلت السجادة الحمراء ضيوف المهرجان كما يحدث في المهرجانات العالمية، وتم تكريم عدد من النجوم منهم الأمريكي داني جلوفر، جاكلين بيسي، ومن مصر محمود عبد العزيز، يسرى. شغلتي كده، ربنا خلقني في الدنيا دي عشان كده. حظيت ابنة الفنان الراحل نجيب الريحاني بحفاوة كبيرة في الدورة 31، والمهداة إلى اسم والده نجيب الريحاني، وتم تكريم 6 سينمائيين مصريين منهم نور الشريف، أحمد رمزي، نبيل عبيد. وعقب الحفل عرض الفيلم البريطاني الموت في جنازة، ضمن تقليد أن يكون فيلم الافتتاح من الدولة ضيف الشرف للمهرجان، حيث وقع الاختيار على بريطانيا. كما تم تكريم المغرب ضمن تقليد باختيار دولة عربية لإلقاء الضوء على التيارات السينمائية بها. وقع الاختيار على أسبانيا كضيف شرف الدورة 32 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. عرض في هذه الدورة 150 فيلم من 59 دولة. حضر حفل الافتتاح عدد من نجوم السينما العالميين الحائزين على جوائز أوسكار، من أبرزهم سوزان ساراندن، جوليا أورمونت الإنجليزية، جولدي هون، والأمريكي كورت راسل، إليشيا سيلفستون، الذين حرصوا على إلقاء بعض كلماتهم باللغة العربية. أهلاً وسهلاً. بالإضافة إلى الفنان المصري العالمي عمر الشريف رئيس شرف المهرجان. كما تم تكريم عدد من الفنانين المصريين، وهم الفنانة سميرة أحمد، والفنان محمود ياسين، والفنانة بوسي، ومدير التصوير طارق الدلمساني، ومهندس الديكور نهاد بهجت. سنوات طويلة مرت على المهرجان، وفي كل عام تقدم خطوات إلى الأمام. تبدأ فعاليات الدورة 33
لتتحول معها القاهرة إلى تظاهرة سينمائية وحالة من الفن والإبداع الجميل.